اسالك السؤال سؤال بقول اللي بره المنهج يلا بس هتجاوبني بسرعه يلا. يعني مش بسرعه هتكلمني تجاوبني بشكل واضح وبعد كده اشرح ماشي حمدي فتحي وبيرسي تاو موجودين مع النادي الاهلي السنه الجايه طيب ناخد حمدي فتحي هناخد حمدي فتحي ما انا هقول لك ما كل ده كيس وده كيس حمدي فتحي مبدئيا قصه العروض هل تلقى النادي الاهلي عروض محدده لشراء حمدي فتحي الاهلي تلقى عروض عرضين والعرضين لاحد الدوريات الخليجيه لي ينفعش تاني اسمهم الدوري قطر ماشي من دوري قطر الفرق ايه ما هو عشان العروض غير محدده عشان العروض غير محدده القيمه هو كان استعلام عن نيه النادي الاهلي بيع حمدي فتحي لبيع حمدي فتحي ايا كان الرقم وبعدين يتفاوضوا على الرقم الاهلي ما ردش من الاساس ومش شايف انه ده توقيته ولا الاهلي هيرد دلوقتي ولا هيتكلم في اي مفاوضات تخص حمدي فتحي ناس اتكلمت على ارقام كبيره وارقام صغيره تخص حمدي فتحي الى الاهلي قافل الباب تماما لحين نهايه دوري ابطال افريقيا ومن ثم يبتدي نتكلم في قصه حمدي فتحي وساعتها بقى الرقم هيبقى كبير ولا الرقم هيبقى صغير فحمدي فتحي باقي في النادي الاهلي لم يتم مناقشه الامر ولم يتم الرد ولم يتم الكلام مع اللاعب كما اثير حمدي فتحي باقي مع النادي الاهلي وبعد نهايه الدوري مش نهايه الموسم بعد نهايه دوري ابطال افريقيا هيبتدي الكلام لو كان في عروض بارقام كبيره يبتدي الاهلي يتكلم غير كده الباب مقفول تماما بيرسي تاو قصه مختلفه تماما بيرسي تاو لم يصل اي عروض من الاساس لا استعلام ولا غيره في ناس اتكلمت مع بيرسي تاو وكلاء منهم الايجنت الرسمي بتاع بيرسي تاو اتكلم معاه قال له انا عندي اربع عروض وعنده عرض من نادي كبير في السعوديه وما اتقالش الاسم الناس حاولت تجتهد تقول الهلال تقول اتحاد جده لكن ما قيل انه عنده عرض اتقال لبيرسي تاو نفسه ان هو عنده عرض من نادي سعودي كبير بالاضافه لنادي دنماركي والكلام دلوقتي كله رايح انه الاهلي لن يفرط بيرسي تاو رغم حاجتين رقم واحد بيرسي تاو دلوقتي هو ابتدى يجيب البيك اول موسم ليه يجيب البيك مع النادي الاهلي واحد من نجوم الفرقه هو اللي شايل الفرقه دلوقتي اتنين انه راتب بيرسي تاو كبير خلي بالك راتب بيرسي تاو بنتكلم دلوقتي في $1,350,000 فرقم كبير مش صغير راتب السنوي بتاع بيرسي تاو فبيرسي تاو برضو الاهلي مش هيرد الا لما تيجي حاجه رسميه لكن لو في الدفع في بيرسي تاو رقم كبير الاهلي هيسيب بيرسي تاو نهايه الموسم الحالي الرقم كبير نفس القصه بتاعت ديانج غير حمدي قصه مقفوله تماما حلو